لي بسرعة قبل ما نتكلم عن العقوبات اللي خدتها لجنة الانضباط عن الأحداث اللي حصل في مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، الكأس اللي كانوا بيقولوا عليها قبل كده حتة حديدة، دلوقتي بقت كأس ذهبية. هنقول لكم على الـ العقوبات، وهقول لكم يعني إيه العقوبات وصداها اللي ممكن يحصل بعد كده، وهقول لكم عن ايه تسعير بقى العقوبات، لان احنا حطينا العقوبات دلوقتي تسعيره، نشتم بكذا ونضرب بكذا ونسب بكذا ونرمي كرسي بكذا. هنقول لكم ممكن ايه اللي يحصل في ظل هذه العقوبات اللي انا شايفها يعني ممكن ترجع بينا زمن لورا. خلينا نتكلم لما نيجي وقتها، تعالوا اطمنكم بس على النادي الاهلي واخباره. الكابتن خطيب، اسطوره النادي الاهلي الكابتن خطيب، بيشارك في اجتماعات رئيس الاتحاد الدولي مع منظومه الكاف. كنا قلنا لكم قبل كده ان الكاف اختارت الكابتن محمود الخطيب عشان يعني مع مجموعه من كبار النجوم الافريقيه عشان يرتقوا بالكره الافريقيه ويحلوا بعض المشاكل التي تعوق المسيره في القاره السمراء. دي قدامكم صور من اجتماعات النجم الكبير رئيس النادي الاهلي الاسطوره محمود الخطيب. قلت لحضراتكم ان الاجتماعات دي يعني هدفها او التارجت بتاعها الارتقاء باللعبه واجراء بعض الاصلاحات التي تخدم مصلحه اللعبه خلال الفتره القادمه. كابتن خطيب، لما بقعد اي مكان تحس المكان منور بيه. انا مش عايز اتكلم عشان بحبه قوي بصراحه، فانا ممكن الناس ايه يعني يقولوا ان انا بجامل او بزود في الكلام، لكن دي حقيقه. الاهلي بيطلب حيثيات الحكم بيستأنف الغرامه لمصلحه اللاعب البرازيلي. اكيد حضراتكم كلكم تابعتوا ان الاهلي جاله حكم او غرامه 990,000 دولار. تفتكروا اللاعب البرازيلي هندريك اللي تعاقد معه جريدو الاسباني في الفترة 2015 لما كان مستواه متواضع جدا، الأهلي فسخ التعاقد بالتراضي، عشان كده العقوبة كبيرة جدا. الأهلي بيستأنف الحكم، بيستأنف العقوبة. طبعا الكلام كله يعني كان فيه توجيهات للكابتن محمود الخطيب او من الكابتن محمود الخطيب للمستشار القانوني، وبالفعل في خطوات دلوقتي للاستئناف على الحكم وتجهيز ملف جديد للدفاع عن حقوق النادي الأهلي امام الفيفا.